وفي ثقافات شعبية كانت مهمشة، لأنه كانت سيدة ثقافة رسمية كانت مفروضة، كانت أغاني شرقية، كان قليل كل ما يسمى بالثقافات الشعبية، سواء كانت ناطقة بالأمازيغية بالمتغيرات تاعها ولا بالدرجة العربية. يعني كانت مسلسلات مصرية، وكانت يعني كان غسل، كان قصف إعلامي مركز للعقل الجزائري. فبدات هذا الكلام هذا وهذه الافكار تاع الثقافات الشعبيه بدات تقرب ليا، لاني انا ما نسالخش على المحيط، انا كوني ابن محيط وبيئه امازيغيه. فكنت نتساءل دائما علاش هذا التهميش، لماذا كل هذا الشهداء اللي كافحوا من اجل تحرير هذا البلاد كان الغالبيه تاع 80% امازيغ. يعني كانوا كل الامهات اللي رباتهم كانت رباتهم باللغه الامازيغيه، ربات فيهم الشرف بالامازيغيه، لماذا هذه الثقافه تهمش؟ يعني كان سؤال كبير وعنوان يعني كان كبير مطروح. بديت نفهم من التيار اليساري، كانوا يعني ينشطوا بصفه سريه، كانت الهيمنه تاع الحزب الواحد، لانه اصلا هذا الحزب سيتي ماشين انفرنال، يعني كان واحد الاله جهنميه، كان وكان خليط من الافكار البعثيه والفرنكوفيليه، مش ما خلطوش، لانه كان فيه صراع خفي على المناصب الدوله الجزائريه بين ما هو فرنكوفيلي، لانه مازال يحلم بالتبعيه للاستعمار، وفيه اطارات اللي تكونت في الشرق روحت بالافكار تاع ميشيل عفلق، انها تحاول تمشي في النهج البعثي والمد اليساري تاع الناصري هذاك جمال عبد الناصر. فهذه الافكار كلها كانت الجزائر بالنسبه كمخبر، وكانت المدرسه تاعنا تحتوي على بعض المتعاونين سواء مشارقه ولا بقايا معاهدات ايفيان اللي كانوا خلاو لنا اون كوبيراسيون في الدومين هذا تاع ليديكاسيون. اذا المدرسه الجزائريه مازال ما لقاتش النهج نتاعها. فالمنتوج يعني الاجيال اللي جات كانت نتيجه هذا الصراع الخفي. بعد تم فرض التعريب يعني بطريقه سياسيه، ما كانش فيه دراسه، احنا ما ناس ضد اللغه العربيه كلغه عالميه، لغه علم الى غير ذلك، لكن الطريقه اللي تفرض بها التعريب في الجزائر كان ضربه للمدرسه الجزائريه. ولما نضرب للمدرسه الجزائريه انني قضيت على جيل كامل، النتائج انا نشوفها فيها الان، وجب لنا التعصب والتطرف. داير كل المدارس في العالم الاسلام العربي ما يسمى بالعالم العربي الان فرخت فيها الدواعش الى غير ذلك. اذا هذا الفتره هذه كان فيه صراع خفي بين البعثيين وبقايا الفرنكوفيل، فالامازيغيه ضاعت في النص. يعني منا كانوا يفرضوا النموذج البعثي، ومنا كان الحفاظ على بقايا النهج الفرنكوفيل اللي كان سائد في المدرسه. فبالتالي كل ما هو ثقافه شعبيه كان تم تهميشه. اذا تقريبا هذه هي الاسئله اللي خلتني نتقرب اكثر للثقافه الامازيغيه. كنت نسال يعني كيفاش يعني الانسان يتعلم لغه رضاها من مع الحليب ومن بعد تصبح ممنوعه. يعني نفوت لك شويه في الحديث، في يوم ما لما كما درت فرقه تاجيري جات اذاعه محطه قسنطينه، تم المنع نتاعي، قال لك ممنوع انك تغني باللغه الامازيغيه. وهذا الحضور تاعي كان في اطار احياء ذكرى مصطفى بن بوليد، تحيي ذكرى لانسان ابن الاوراس امازيغي في الدم، وممنوع تغني باللغه اللي علمته يعني الام. كان هذا اذا كانت ثقافات مقولبة، كانت قوالب معينة محطوطة دافونس مفروضة على الشعب، ولكن ما أدت إلى النتيجة. النتيجة الوحيدة اللي أدت لها أنه فراغ فكري وروحي ولا غير ذلك، وجاء التطرف والتعصب، وقاسات الجزائر 10 سنوات من الإرهاب والدم هو كان نتاج هذاك الصراع اللي ما كانش. هو الإشكال المطروح في الجزائر كل غياب مشروع مجتمع، بروجي سوسيتي، ما عندناش مشروع مجتمعي لحد الآن. الطبقات السياسية اللي مرت على حكم هذا البلاد ما قدرتش توصل الى بناء مشروع مجتمع بروجي سوسيتي. لماذا؟ لانها غيبت النخب، وتغييب النخب هو اللي يؤدي الى هذا. ما عندناش وجود نخب، ولكن تم تغييبها. انا قصد غير، انا قصد هذا الغياب اللي عنده مشروع. كاين النظر كاين مشروع مجتمع مطروح، احنا ما عندناش مشروع مجتمع. هذا هو المشكل، كيفاش نكون المجتمع تاعنا؟ ما هو المجتمع؟ كيفاش نتصالحوا مع ذات من نحن؟ السؤال مازال يطرح في 2016 من نكون. كارثه يعني، هذه كارثه. اذا ما فصلناش في الهويه تاعنا لازم نستقلوا كجزائريين، اوني الجيريان بوان على لين، الجيري نقطه الى السطر. هذا من الاسئله اللي خلاتني ننخرط وندافع على الثقافه الامازيغيه كونها جزء مهم من الهويه الوطنيه. ما هيش ثقافه فقط، وما لازم تخرج من هذا الشرنقه نتاع الفولكلور هذا، وهذا الفكر الايثنوغرافي، وهذا هو الخطر اللي يهدد الامازيغيه، اننا نحشروها في اطار ايثنوغرافي عرقي جغرافي. نو، هذه حركه ثقافيه عندها بعد انساني، هي في الاصل ثقافه ميديترانيان، سيتين كولتير ميديترانيان، يعني تصب في بحيره الثقافه الانسانيه، لان هذه الثقافه مدت سانت اوغستان، مدت الكاتب لانودور سميه لي ابوليوس، مدت يعني مدينا للعالم، مدينا هذه الثقافه الامازيغيه، مدت ساهمت في بناء الحضاره المصريه. كل رجال الكهنه اللي كانوا في الامبراطوريات المصريه كانوا الغالبيه نتاعهم
كانت تنتمي للعرق الامازيغي، الكهنه اللي حكموا مصر كلهم مصر، الاصول تاعهم امازيغيه، الى ان وصلت هذيك العائلات من شيشنق الروح انها حكمت وكونت دي ديناستي فرعونيه. اذا احنا ساهمنا في بناء الحضاره الانسانيه، كما احنا كما حضرت ما بين الرافدين، احنا جزء من الحضاره الانسانيه. ما نتحشروش على اساس اننا حركه ايثنوغرافيه، هذا خطر، خطر علينا وخطر على العالم. انتهى الان، الناس دخلت ما يسمى بلا سيتوينتي انترناسيونال، هذا هو، خرجنا من هذا، دخلنا في المواطنه العالميه، لازم نخرجوا من هذه العرقيات وهذه الايثنوغرافيات الصغيره هذه. احنا لازم يكون عندنا انفتاح العالم، احنا بشر يعني. وبديت نتعرضوا لمراحل التاريخ الجزائري، كنا ضد تجزئه التاريخ الجزائري، وكنا نناضلوا عن طريق المسرح اعاده تاثيث الثقافه الشعبيه، نعطيوها يعني بعد امازيغي انديريكتومون. كان صعب يعني، كل ما ننتهي بعرض كانت تجي سيارات على الشرطه تديني. واش من سنه استاذ سيد؟ هذه كانت في واحد من الثمانينات، بدايه مطلع الثمانينات. هذا النوع من المسرحيات كان يقلق الرسميين، يقلقهم. وعناصر قعدوا لا يقول لك برك انا من هذا المسرح اليساري، وعلى ما ديروا شكسبير والانسانيه، اللي تحكي لي شكسبير وبيتهوفن واليونيفرسياليزم. لا يا اخي، لا لا لا، انا قبل ما نخرج للعالميه سنبدا بالروافد الداخليه تاعي، ناثث ثقافتي المحليه، هذا هو الوطنيه تاعي بكل الروافد تاعها. انا من اجل خليفه احمد، من البارع مر بقر حده، كل هذه الثقافات الشعبيه كنا ندافع عليها، لانه كان غزو مركز من المسلسلات المصريه الى غير ذلك، كانت مسلسلات مترجمه. عندك يا تشوف لوكسيدون يا لوريون، ما عندكش الطريق الثالث، ما كانش. اذا كانت كل قنوات التعبير مغلقه. هذه هي التاريخ الجزائري. لاننا الان لما تقول لهم الحقبه العثمانيه ثلاث قرون من التجهيل والشر والقمع، يقول لك لا، كان نقول العهد العثماني، ما نقولش العهد العثماني، كان استعمار عثماني. لدرجه انا لقيت نصوص غنائيه غير والداش، هذا الداش رتبه في الجيش التركي، قتل الشاويه قبيله كامله راح يفنيها هنا عنده لا تعلي، قالنا سي غزرن والداش لم هذوك اللي جان تاع قوارينين كل غرساس ندين غزرينين، قعدوا يبكيو، باقي في الذاكره الشعبيه لدى ساق الناس اي غزرن والداش، يعرفوها سي علي كل سنين على كل حال. اذا الذاكره الشعبيه هي التاريخ الاساسي، الثقافه الشعبيه هي الاصل. وفي دو بروغرام غير كان بروغرام اوكسيدونتال، لا ميزيك يونيفرسال، بيتهوفن، شومان، كاين كلوث، شوبان، وغركسيا، المدرسه الاندلسيه، الحوزي، الغرناطي، مي يافي با دو فولكلور الجزائريين، ني كابيل، ني ترقي، ني ولاش حدو في السين، سما فرقتو تايك. روح غيتي لانستيتي ناسيونال دو ميزيك، سير لا بريميير تروب، قرنا ستازيري. ستازيري سي اون تونتاتيف على كل حال. محاولة انتحار على ليبوك. لا بروميير دي شوز، ديك نبداو نتغنى برك، نبداو نقفل في اللعب البيبان، ني حفلات ني ريان. سيتي با فاسيل على ليبوك، سي با فاسيل يعني، لدرجة يوم ما اللي سكري بدا لي تكنيكون، توسيد لا بوليس رزم لوكال وين الماتريال دار الكوميساريين، ايماجيني هذا وين الجيتار سانتيتيزور. مي في الثمانينات ديجا قبل 88 81 82 تبذوق لي فورس ديبرا، إذا اللي طال على كل حال. يبدا لمسي بيد بداك لي نعاود نتقاتش نبدا نروح على العراس نتساوي دي بتيت فات اما جاراتنا على كل حال ممنوع من لي غراند سان نتاع الثقافه لي زيسباسيني لا يجوز سقلي سقلي نبدا نروح على العراس تجينا قلت نرجع ما غلا تشوري روح على روحك المهم خدي لي غراند فيل زيتابليسمون كولتورال دوميني بجيش من الموظفين لا يسمن ولا يغني من جوع كل الادارات سوا ديزون الهيئات الثقافيه محكومه الموظفين يسلكوا يدي الكونجي ولا علاقة له بالإبداع. كل المهرجانات تاعنا الغالبية تاعها الشكل التهريجي لا يسمن، ما عنده لا علاقة بالسياحة، ما عنده في تونس يدير مهرجان يدرسوا كيفاش يجيب له التوريست، كيفاش يساهم، كيفاش عمل تيمكاد عندي مهرجان، واش الفرق بين قرطاج ومهرجان جارش في الأردن وتيمكاد، ما كانش فرق سيدي، ميم سي ترومان في ثلاثة كيف كيف، لهي كان الماركتينغ كيفاش يسوق الصورة السياحية لبلادو، كيفاش يجي يجذب السياح. حنا ما حنا عندك مهرجان تيمكاد يجيو مسؤولين بالكوستيم يديروه خمس ايام ولا ست ايام ويغلق الفاليزا ويروح يروح يعني تصور لدرجه وين لو بي نتاع الباركينغ في تيمكاد يوم ما في واحد العام مكتوب فيه كومين دالجي سي مارورو اذا كان جون دو تيمكاد ما يخدمش في تظاهره ثقافيه كما هذه نزيد نغلق عليه بلا ما نهضروا على الفنانين اللي استوردوهم يجيبوهم من الخارج خلينا نعوضوا الفنانين من المنطقه راحتوا راحتوا الثقافه العربيه وهذا كل زرنا بعدها دايروني لو سول بي في لو موند اللي دار دفوا هذه التظاهره تاع الثقافه العربيه دار الجزائر العاصمة وقسنطينة، قسنطينة على الأقل كي ديرها واش استفدت ريان، ريان دو سبيسيال، الناس تقمقم تاكل وتشرب، فهذه كنا فيرتومون ما عندها حتى إشكال.
دي فاصو هذا هو الاشكال المطروح. هو الاشكال نرجع دائما للمشروع المجتمع بروجي سوسيتي ما غيرناش ما عندناش مشروع مجتمع ما عندنا لا ما تصور ثقافات تاعنا كل النخب تاعنا مغيبه عن قصد وغير عن قصد كل توسكي بروغري حربوه عندنا ذهنيه مهيمنه من مؤتمر طرابلس وحنا ماشيين في الهيمنه بوان. هذه ما زلنا حنا جيل 2016 نسلكوا في الكريز تاع 1946 ازمه 1946 ولا 1948 ما زلنا نسلكوا فيها ما زالت لا كريز بابر ما زالت الناس خرجت في لا سيتويان تاع انترناسيونال حنا ما زلنا فلان قتل فلان خلاص درنا ثوره كان باقي ثغرات وانتهت. داير محمد حربي لا ريزون سي ان كرون هيستوريان الجزائريان قال لهم الثوره ما تقولوش درنا ثوره ثوره تحرير قولوا درنا حرب تحرير لان لو كان درنا ثوره كل ثوره عندها مشروع مجتمع كوبا عندها مشروع مجتمع ما هو جاب مشروع لينين جاب مشروع كل الثورات في العالم جابت تصور لي مشروع مجتمع حنا درنا حرب درنا قال لي ليبراسيون ليبرينا البلاد وقعدنا نتفرجوا في بعضنا واش نديروا يسار يمين وسط اخوان جيا كيف نديروا شوف كانت اشياء لازم تعاد فيها النظر فسح المجال المثقف والتصور اللي اصبحت المؤسسات الثقافيه تاعنا ما عندها حتى معنى لا تؤثر في المحيط المحيط يخلق الفرد علاش الجزائري اليوم الصبح خامش الساشيات كان تحل الباب الباب تاع دارك ديجا تخرج الصباح يبدا لك العنف البصري العنف البصري قبل اللفظي ديجا تشوف غير الخماج الشوارع تاعنا الامراض المشاكل ومن بعد نخشوا في العنف اللفظي وعلاش راحت فينا هذيك ماتت الاشياء الجميله كل ماتت في الجزائر.